من له أذن للسامع فال. المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 25 عن القديس كبريان. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت قد بدأت معكم الحديث عن الآباء اللاتين، واتكلمنا عن ترتليانوس من الآباء اللاتين، واتكلمنا عن القديس أمبروسيوس والقديس أوغسطينوس، وأحب أن أكلمكم اليوم عن القديس كبريانوس، وأرجو أن تتاح لي فرصة أيضا أني أتكلم فيما بعد عن القديس إيلاري أسقف بواتيه. القديس كبريانوس من إبارشية قرطاجنة، وصار فيما بعد أسقفا أو رئيس أسقفة لقرطاجنة. منطقة قرطاجنة بالذات كانت آبائها من الآباء اللاتين. قرطاجنة دي في شمال أفريقيا. القديس كبريانوس اتولد سنة 200 ميلادية واتنيح 258، يعني هو من آباء القرن الثالث الميلادي. مثله مثل بعض القديسين أيضا لم يتعمد في طفولته. هو ولد من أسرة نبيلة غنية مثقفة، ودرس كشأن القديسين كلهم في الأول، درس الفصاحة والبلاغة والبيان والفلسفة، وصار من مثقفي عصره والخطابة والحاجات دي يعني. ولكنه اعتنق المسيحية فيما بعد وتعمد سنة 246، يعني كان عمره 46 سنة. ولما تعمد اقتنع بالإيمان المسيحي، وزع أمواله على الفقراء، وبسرعة لأنه كان من المثقفين في عصره رسم كاهنا، ثم رسم أسقفا لقرطاجنة سنة 248، يعني بعد سنتين من عماده. هنا وأحب أنكم تفهموا بشيء من اتساع الفكر ما قيل في الكتاب المقدس عن شروط الأسقف، أنه لا يكون حديث الإيمان لألا يتسلط. فده برضو حديث إيمان، لكن الآباء ما كانوش بيمشوا بالحرفية. يعني إذا كان حديث إيمان لكن قوي في مادته في شخصيته في روحانياته ممكن يترس. بل إنكم أخذتم مثلا عن القديس أمبروسيوس الذي اختير للأسقفية قبل أن يتعمد، وهو في مجال الموعوظين فعمدوه وعملوا أسقف. المهم ان ده من أسقفة قرطاجنة المشهورين، وكان في كتاباته له تأثير كبير في توضيح عمل الأسقف واختصاصات الأسقف والنظام الكنسي، وشبه في ذلك الى حد كبير القديس إغناطيوس الإنطاكي في كتاباته، وده كان من الآباء الرسوليين. اهتم جدا بالكنيسة ونظامها،
وألف كتابه إكليسيا إن إبسكوبي عن أهمية العمل الأسقفي في الكنيسة. وكثير من الآباء زمان كانوا بيقولوا الكنيسة هي اجتماع المؤمنين حول الأسقف في سر الإفخارستية. هو من الذين اهتموا بالكنيسة وأهميتها لدرجة أنه قال عبارته المشهورة جدا: لا يستطيع أحد أن يتخذ الله أبا ما لم يتخذ الكنيسة أما، لأن الكنيسة هي التي تلده في الإيمان وهي التي تلده في المعمودية وبيتصل بربنا عن طريق الكنيسة. وتكلم أيضا عن الخلاص عن طريق الكنيسة، وشبه الكنيسة بفلك نوح، وقال كما أنه ما كان ممكنا لأحد أن يخلص من الطوفان إلا إذا دخل في الفلك، في فلك نوح، كذلك لا يمكن لإنسان أن يخلص ما لم يدخل إلى داخل الكنيسة، يعني لا يوجد خلاص خارجها. القديس كبريانوس عاش في عصر استشهاد، عاش في عصر استشهاد، وأشهر ما في ذلك الاستشهاد عصر ديسيوس أو ديكيوس الإمبراطور، الذي أصدر مرسوما سنة 250 ميلادية واعتبر اضطهاده للمسيحيين هو اضطهاد شامل. يعني اضطهاد شامل؟ يعني يشمل كل ولايات الإمبراطورية الرومانية، كان شديد جدا جدا في هذا الأمر. كثير من المسيحيين استشهدوا في ذلك الوقت، والبعض هربوا، والبعض لجأوا إلى طريق ملتوي. الطريق الملتوي هو إيه؟ كان بشيء من الوسطة يأخذ شهادة من بعض المسؤولين أنه أدى الواجبات نحو الأوثان وهو ما أداش، وبالشهادة دي قدمها فيعفى، وإن ما كانش يبخر للأصنام يقتلوه ويستشهد، فهو يدفع قرشين وياخد شهادة انه بخر. مش كل الناس كانوا يعني بيدوا شهادات مظبوطة. فعلى اي الحالات وجدت مجموعة من هؤلاء الذين سقطوا. على فكرة من في هذا العصر استشهد القديس مركوريوس ابو سيفين في الاضطهاد بتاع الرجل ده. اللي حصل ان القديس كبريانوس حفاظا على الكنيسة ابتعد شوية، اختفى شوية. طبعا الناس هاجموه ازاي يختفي وحاجات زي كده، لكن هو اراد حماية الكنيسة. سهل جدا يتقتل، اعتني بشعبه اثناء فترة اختفائه، وكان يبعت لهم رسائل ويقويهم. وحدث انه بعد كده لما خفت وحدة الاضطهاد ألف كتاب مشهور عن الساقطين، The Lapsed، وهو غير الرسالة بدأ يفكر كيف يمكن إعادة هؤلاء إلى حضن الكنيسة، وإيه أنواع الذين سقطوا، وهل سقطوا بناء على تعذيب شديد أم سقطوا بحاجة خفيفة أم خوف أم جبن إلى آخره، وعمل قوانين لقبول هؤلاء الساقطين. دي كانت نقطة مهمة بالنسبة له. وكتب كتب حث على الاستشهاد، وتكلم عن معمودية الدم،
قال بمعمودية الماء ننال غفران الخطايا، وبمعمودية الدم ننال أكليل الفضائل. وحث الناس انهم مادام بدأوا في المسيحية لا يتراجعون الى الوراء، وإلا يشبهون امرأة لوط، وقال لهم الكتاب بيقول من وضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء، وذكرهم بحفظ الله الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وأرسل رسائل في هذا الموضوع، من ضمن رسائله رسالة إلى الوالي ديمتريانوس، رد دفاع عن المسيحيين، كانوا يقولوا المسيحيين هم سبب في المشاكل التي تحدث للدولة، فقال له لا، السبب المشاكل اللي بتحدث للدولة هو الوثنية الموجودة والعبادة الخاطئة والبعد عن الله. لكن المسيحيين ما لهم شيء دفاع، يعني هو يعتبر من الأبولوجيست في هذا الأمر. حدث أيضا اضطهاد في عهد فاليريانوس، اضطهاد في عهد فاليريانوس، وفي الاضطهاد ده يعني استخدم فاليريانوس وسيلة النفي بدل القتل المستمر للمسيحيين، فنفي القديس كبريانوس إلى كورنثوس، وبعدين رجع تاني وقال أنا أريد أن أموت من أجل إلهي، وفعلا قبض عليه وحوكم وقدم للاستشهاد، وأعطى الجلاد أي السياف 25 دينار يعني مكافأة ليها لأنه هيوصله لإكليل الشهادة. لا، ما كانش عنده أكتر من كده. وصلى صلاة طويلة وقطعت رأسه والناس تباركوا بدمه. من أهم الأشياء في أيام كبريانوس أنه عمل مجمع في قرطاجنة من أجل معمودية الهراطقة، وقرروا في هذا المجمع عدم قبول معمودية الهراطقة، قال إنها معمودية زائفة وليس لهم رجاء. المجمع أخذ حوالي 3 سنين. القديس كبريانوس له رسائل عديدة، أولها رسالته إلى دوناتوس بعد عماده مباشرة، وذكر فيها أنه شاعر بأن حياته تغيرت وأنه نال بركة كبيرة في المعمودية، واتكلم عن تفاهة العالم ومن فيه. في فترة وجوده في الاختفاء كتب حوالي 39 رسالة أرسل منها إلى كهنة روما وإلى كهنة قرطاجنة، ورسائل تبادلها أيضا مع أسقف روما في ذلك الحين اللي هو كورنيليوس. يعني ليه كتب كثيرة وليه رسائل عديدة، من ضمن كتبه كتاب عن وحدة الكنيسة، وطبعا اتكلم على البدع والهرطقات التي تقسم الكنيسة في ذلك الوقت إلى آخر. وله كتاب أيضا عن ملابس العذارة، المكرسات أو الراهبات، وإزاي أن الملابس مفروض تتفق مع الحشمة، وكتابه عن الساقطين أيضا. له كتاب أيضا عن الصلاة الربانية، يعني كويس أن احنا نجد أحد الآباء الكبار اتكلم في تفسير الصلاة الربانية. طبعا يوحنا الزهري الفم اتكلم عن تفسير الصلاة الربانية في العزة على جبل في إنجيل متى، وقديس أغسطينوس اتكلم عن
الصلاة الربانية في كتابه العز على الجبل، وماري أغريس اتكلم على العز الربانية. ريت اللي عايز يقرأ أقوال الأباء في الموضوع دي يشوف إيه كلامهم، حاجة زي كده. له كتاب أيضا عن كتاب لديمتريانوس عن الكوارث، ما كانتش بسبب المسيحيين إنما كانت بسبب الوثنية زي ما قلت. ليه كتاب أيضا عن بطلان الوثنية وإن الأوثان ليسوا آلهة وإن الله واحد وإن لا خلاص إلا عن طريق المسيح. ليه كتاب أيضا عن الموت وعن الصبر واحتمال التعذيبات والضيقات إلى آخره. له كتاب آخر عن فائدة الصبر، لو واحد فيكم عايز الصبر يقرأ شوية الكبريانوس ويشوف كلامهم فائدة الصبر. له كتاب أيضا عن الحسد والغيرة، وليه كتاب عن الحس على الاستشهاد، وليه ثلاث كتب ضد اليهود، ثلاث كتب ايه ضد اليهود. في الكتاب الأول عن اختلافات اليهود عن المسيحية، في الكتاب الأولاني اتكلم عن 24 نقطة، وفي الكتاب الثاني اتكلم على 30 نقطة، وفي الكتاب الثالث اتكلم عن 120 نقطة. ليه أيضا كتاب عن معمودية الهراطقة، يعني مش كفاية المجمع وإنما اتكلم عن دي. ده القديس كبريانوس كتب حياته شماسه اللي اسمه بونتيوس، مكتوب برضو حياته في كتاب نايسين اند بوست نايسين فادرز اللي كتبها شماسو بونتيوس. نكتفي بكده وتفضل صحيح.